السلام اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم دائما في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم دائما مزيانه ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي ساهله بزاف ويمكن اي واحد يديرها ان شاء الله، هي بريوات بالطون والخضره. الا كنتو كتفضلوا الخضره بزاف ديروا شويه الطون وكثروا الخضره، كنتو العكس كيبقى لكم الاختيار. المهم ما نطولش عليكم، المقادير وطريقه التحضير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، فرجة ممتعة. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاج للطون، البصلة، الزيتون المقطع طريفات صغيورين أو دواور كيف بغيتو، القزبر المعدنوس، والجزر محكوك، زيت العود، الهريسة، شوية الملح، الثومة والكمون. اول حاجه كنديرو هي كنجدو واحد الكاسرونه ولا طنجره، كنديرو فيها زيت العود كيسخن، كنوضعو الثومه، من بعد البصله كدبال مزيان، عاد كنضيفو الجزر المبشور. هنا في هاد البريوات ديال الطون درت غير شويه ديال الخضره، لحقاش السيده اللي عطيني هاد الكوموند هادي باش نصايب ليها ما بغاتش الخضره بزاف، اما انا كنزيد كميه اكثر على هذه. وهنا كناخذ الطون كنخلطو مع العناصر الاخرى، كنخلطوه مزيان. هو من الاحسن في هاد البريوات ديال الطون جوج الحوايج خصهم يكونوا زايدين شويه، هي القزبر والهريسه، لحقاش هما اللي كيعطيو المذاق لذيذ. وهنا غنبدا نصيف البريوات، كنكلويهم بهذا الشكل،
بالنسبه للتلصاق كندير دائما المول الدقيق، ما كنديرش البيض لحقاش البيض ملي كيوصل للزيت كيبدا كيخرج واحد الكشكوشه. وكانت هذه النتيجه ديال البريوات ديالنا ديال اليوم اللي كيجيو رائعين، وكنتمنى تجربوهم. وما تنساوش تدعموني بلايك لحقاش انا محتاج للدعم حاليا، لحقاش القناه غدا ثقيله وثقيله وثقيله. ما عرفتش السبب شنو هو، ما فهمتش، خصني ندير شي حاجه اخرى من غير الطبخ كيبان ليا. المهم ما علينا، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. خليتكم هاد الساعه، ما تنسونيش بلي لايك والتعليق والبرتاج والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، لحقاش عندي بزاف ديال الحوايج بغيت نشاركهم معكم، محتاج غير للدعم. خليتكم هاد الساعة، بالسلامة عليكم.